Good boy, Simsim. Eat your food. Good boy. شو هالعفشكة هي؟ جيبيهم صحنين مثل بعض. لا تواخذينا. بس أنا عم بتأكد إذا أنتي مصحصحة ولا لا. تعي حبيبتي، مارسي سلطتك الديكورية والجمالية. شبعي فيها. هاتي لشوف كيف كان يومك وكم سيارة سبيتي؟ زحف زحف، كله زحف قدامي. وشو صار كمان؟ ولا شيء. يعني ما صار شي معك؟ مين مفكرة حالك؟ يعني فكرك هالسرحة اللي سرحتيها 3 ثواني ما شفتها؟ ايه هاتي لشوف، قوليلي شو عم تفكرين؟ ييه علينا، شاب شفته اليوم شو ببيع؟ جرأة. ايوه حلو الكلام كتير. ايه و شو بس؟ هو بيشتغل بشركة بتعمل ديكورات، يعني they do wallpapers something like that. حب يتحدى الأوردر ويعمل مثل ما حضرته شايف. يعني كسر لك راسك. وشو عم تفكري كمان؟ عم فكر إنه مو هدول شمس، مو الطوال اللي جنبهم. وشو كمان؟ ولا شيء. وإنه لازم يصير حط كريم على إيدي لأنه مبين عليهم الكبر، وإنه أنا كبرت وصار لازم اني الو. اهلين سمرة. ايه بالبيت هلا؟ ايه اوكي. طيب يلا عم بستناك. اوكي باي. شو ننزل على البيت؟ ما بدي بيت. شو بروح نسهر بشي مكان؟ هيك بدك تروحي تسهري؟ شو هيك يعني؟ ليش شبني؟ ولا شي. في محل جديد فاتح، إذا بدك فينا نروح نجربه. منروح. بس في عالم نكون نعرفها. كتير فرقانة معنا يعني. ورح مرلي عن صلاح نجيب شوية أغراض. أوكي. بدك تضلي بهالمزاج؟ بتعرفي شغلة؟ هاي رح أعطيكي شغلة لمرة واحدة ما عاد تطلبيها. شغلة بتنشطك، حبة كبتكم. ايه بعرفها. بتعرفي؟ يعني سامعة في. اخدي. هاي نص. شو بك؟ ليش هيك صار شكلك؟ مرة كتير. هي شو بتعمل بالتحليل؟ توقف القلب. شو بك يا قلبي؟ شو بتعمل؟ تروقك بتنشطك. رواق رواق، اعطيها وقتها. شو قلتي جوري؟ المشكلة إنه أنا كمان ما عندي مطرح نام فيه. يعني أنا عم فكر هاليومين روح نام عند رفيقتي، كلها 3-4 أيام بترجع لعندي. يا جوري هي بتضل أختك بالأخير. والله ما لازم بشي، عن جد حالتها بتصعب على الكافر. يعني لو كانت واحدة غريبة ما كنتي تركتيها. جيبيها. عم بقلك جيبيها. رح روح جيبها.
تحسي بالراحة اللي ناطرتيها من زمان. ترسمي. إيه ما عم بفهم شو عملنا يعني؟ مي أنت أحرجتيني وأحرجتي صديقتي، لكننا رح ننيمها بالشارع للمخلوقة معقول؟ إيه طول بالك ما بدك الهاد. علاء وخزامة أعز أصدقائي، يا ما خبتني عندن يا ما نيمتني عندن. إيه وأنا شو عملت؟ كتير بشع إن الواحد يتطلع على العالم بمصيبتهم ويتفرج، وما حلو إن الواحد يلغي تعاطفه كرمال دوافعه الشخصية، وكتير بشع إنه يتلصلص عليهم بعز دين مصيبتهم وحرجهم. أوف 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 كل هاد. إذا بتريدي مي تركيني، بدي أقعد لحالي. تفضلوا يا اهلا وسهلا. هاتي هاتي عنك صوتي خزامة. تفضلي حبيبتي. تفضلوا تفضلوا. تفضلي. تفضلي. بتخافي من الكلاب؟ ماشي انا بدي استأذن. شوفك بعدين. باي باي. انت عايشه بالحاضر، كل ما الماضي حاول يشدك تذكري انك هون مو هنيك. امسكي طبي بتخاف منه. باي. يلا another round. خزامة شو رأيك تفوتي تعملي دوش وتغيري ثيابك لبين ما ساوي لك أنا فنجان قهوة؟ مو جاب هالشي بس كاسة مي إذا بتريدي. على عيني. سمرة نامي هون. الله يخليكي. خزامة عبدة مي. سمرة تركت لك بجامعة بنضيفة. اوكي Thank you.
وينهم؟ ما شفتهم؟ قعدتهم على طاولة. برافو عليك. رح اطلع هلا خش فيهم مشان يصيروا يجوا على طول. اترك هي القصة علي، انت روح على شغلك. لك صحتين حبيبي. مليتي من الميوزك عشان هيك طلعتي لهون؟ لا بالعكس كثير ظريفة، بس أنا هيك مدري شو بيصيبني فجأة كآبة اسمها منتصف الحفلة، فجأة بسأل حالي أنا ليش هون؟ الحمد لله مو أنا السبب. أنت الدي جي صح؟ إيه انتبهت، على فكرة اللي عم تعمله كثير حلو. شكرا. تشتغل هون؟ يعني فينك تقولي هيك، المحل إلي وأنا هيك بتسلى بالميوزك. إيه ظريف المكان، ظريف. يعني رح نصير نكسبك على طول؟ أكيد، خصوصاً خطيبي كتير حب المكان، رائع. منيح، معناتها رح نشوفه. أكيد. أنا آرام. تشرفنا. انت مالك اسم؟ اسمي زينة. رح تطلعي من كآبتك قريبا زينة. Thank you.
كوم سمسم كوم. أغارت الطائرة من شمال فلسطين المحتلة فضغط المقاتل العربي السوري على زر الإطلاق في قلبه وانطلقت الصواريخ واحدا تلو آخر. تسقط طائرة F-16 وتصاب مروحية الأباتشي وتتهاوى صواريخ العدوان أمام صواريخ الحق. هنا فقط استعاد لفظ الله أكبر قداسته حين ضغط السوري زر. أيوة. والتدخين مسموح ولا لا كمان؟ بجنينة. كم سمسم كم. صباح الخير. صباح النور. نمتي منيح؟ أنا آسفة خزامة بس أنا لازم أمشي لأنه عندي شغل. خزامة تقبريني ما تزعلي مني، والله ما كنت تركتك لو ما عندي اليوم 100 شغلة. بتعرفي اليوم شركة الشحن بدها تجيب بقية الغراب ولازم روح أنا وحليم ونجيب بقية الفرش، هذا غير الدروس اللي عندي إياهم اليوم بالجيم. قلك شي؟ على فكرة أنت فيك تيجي معي على الجيم. لك إيه؟ في كافيتيريا هونيك، فيك تستنيني تشربي لك شي شغلة بين ما أخلص و... لا. تفضل ضل هون. طبعاً إذا ما في مانع. خلصنا بقى خزامة، ما تكوني هيك، يعني والله المخلوقة ما قصرت معك. إيه أكيد، أكيد. بس من بعد إذنك، قبل ما تروحي، تسألي لي وين حاطة اللابتوب، بدي أحكي مع بنتي قمر على سكايب، إذا ممكن. حاضر رح أقول لها ورح أرجع أتصل فيكي تليفون، بلكي غيرتي رأيك وحبيتي تيجي معي أنا وحليم على المول. ماشي؟ يلا باي. صباح الخير. صباح النور. المدام جوري موجودة؟ لا والله لسه ما اجت. طيب بدي استناها؟ ايه اكيد تفضل. بس ما قلت لي يعني مين حضرتك وخصوص شو من وين؟ انا ادم من طرف ادم. تفضل. شكرا. عاملها قهوة معي. مع فاية إن شاء الله. أهلين. هدول لجوا بالله. إيشو؟ مرحبا عم. لك تهليل بمعلمي. تحياتي. أرجيني هذا بالله. معلمي وين بدي أحط لك إياها؟ هذا. إيه هذا هون وهي لجواب. لك تكرم. لو سمحت. شكرا. تسلم. شكرا معلم. الو ايه يا رامو، يعني كل شيء منيح؟ ايه كله تمام. طيب وانت لازمك شيء؟ لا. اذا عندك وقت خليني اشوفك. ليه؟ في شيء يعني؟ لا لا سلامتك، بس مشتاق لك. طيب يلا سلام باي.
ما صح لنا نحكي مبارح. شو بدنا نحكي؟ شان زينة. شبهها زينة. شو شبهها؟ شو صار بيناتكم؟ شفتكم واقفين عم تحكوا. لا صار شيء. حكينا كلمتين تعرفنا على بعض يعني. ايه وشو كمان؟ شو كمان؟ ولا شيء. قال عجب المحل. وعجب خطيبة كمان. بدهم يصيروا يجون هون على طول. شكلها علاقتها كثير منيحة هي وخطيبة. ايه شو يعني؟ شو يعني؟ شو يعني؟ بدك يعني احكي معها كلمتين واسحبها على الفي؟ خالتي هاي المعونة فيها زيادة 3 شهور ايه؟ الله يرضى عليك يا ابني. الله يوفقك يا رب. الله يخليك. الله يحميك لشبابك يا رب. اسلموا دياتك. السلام عليكم. يعطيك العافية. شو؟ طولت؟ لا. وين بدك نروح هلا؟ خلصنا اليوم ما عاد في شيء، بس بقيان توصل الدفعة الثانية مشان نوزعها للعالم. لك تعي نروح بهي الحارة نمشي شوي. مالي قدراني امشي. خلينا نلاقي شيء نركبه. طب معناتها ليكي شو؟ بنمشي بهي الحارة شوي بعدين بنلف بناخذ الباص، ايه؟ تعي يلا تعي. استنى شوي، حاكوك شيء من السفارة؟ لا. مو طولوا كأنه؟ لأني نطولوا مظبوط، بس مع انه لما عملت معهم المقابلة هيك حسيت انه ما رح يطولوا، قالوا لي ما منطول، بس ما بعرف ليش طولوا. يعني حاسستك لا لك زعلان ولا لك متضايق ولا لك شايل للموضوع ولا أهمية. يعني بصراحة مالي زعلان ومو متضايق، لأنه لسه في عندي هون كم قصة ما خلصته، ما فيني اتركه، انت بتعرفي هذا الشيء. طبعا مالك زعلان طبعا. اذا بصح لك تلغي السفرة من اساسها بتلغيها. انت شبك ليش معصبة؟ مالي معصبة، بس انت ليش مو معتبر مثلا انه انا خايفة عليك؟ خايفة عليك من الشيء اللي انت قاعد عم تعمله؟ وين اللي نحن على اساس متفقين عليه؟ بدنا نسافر ونطلع ونأسس حياتنا برا، ميار انت كل يوم عم تطلع لي بشغل جديد؟ يا سهى شبك؟ شبك؟ شو الفيزا ولم الشمل والتكت بايدي يعني وانا قاعد عم اتدلع؟ ليكني عملت مثل ما بدكم، انت وامي روح على السفاره، رحت عمل المقابله عملتها للمقابله، شوفي لسه قاعد وناطر مثلي مثلك. يعني لا، وانتم ولا فارقه معكم على فكره انا شو حاسس، انا شو بدي، وانت كثير منيح بتعرفي انه انا اذا اجت علي ما بدي اطلع. ما بدك تطلع؟ هلا طلعت معك تبع ما بدي اطلع؟ ليش ما حكيت هيك من الاول؟ مين قال لك انه انا رح اكون رضيانه عن عيشه انت مالك رضيانه عليها؟ بعدين ميار تعال هون، اذا ما بدك تطلع ليش بعتت امك بالبحر؟ بالبحر بعتها ميار، وانا هلا خليتني اترك شغلي وراسل جامعات برا مشان تجي تقول لي ما بدك تطلع. اول شغله حتى انت سفارتك لسه ما ردوا لك مبدئيا، ثاني شغله انا خليت امي تطلع لان لو ضلت هون يا سهى كانت راحت ماتت مثل ما راح ابي، عرفتي؟ وانت حرام لازم تطلعي تكملي دراستك، ما عاد لك شيء هون. اما انا فمو صح احمل حالي واطلع هلا دير ظهري ويلا، ما عاد بدي اترك العالم اللي عم ساعده هون. ابي مات وهو عم يساعد هاي العالم، عشان انا اجي دير ظهري ويلا السلام عليكم خلصنا. لا اول المشكله انه بعد كل هذا الحكي انا رح اطلع، حدير ظهري ورح اطلع. ما فيني اتركك، ما فيني اترك امي، بس شغله اني رح اكون سعيد مستحيل. ميار مو هيك القصة، ما بدي تزعل مني، انت بتعرف انه انا كتير بحبك وما بدي. مالي زعلان منك سوا، مشان الله بس اعرفي شغلة ايه، انه هو الموضوع ماله بهي البساطة، مو والله يلا يا ميار احمل حالك وسافر يلا، ها وين شنطايتي يلا طالعين شادين، مو هيك، مالها هيك القصة، في 60,000 شغلة. ما بقدر هيك بلش حياة جديدة بهي البساطة واترك هاي العالم هون، ما عم تزبط. وإذا إجاك لم الشمل شو بدك تعمل؟ أنا حكون ناطرتك هونيك وأمك هونيك ناطرتك كمان ميار، يعني أنا آسفة بس أنت ما عم تعمل شي غيرك هون ما بيقدر يعمله. هيك شايفة؟ هيك شايفة أنت؟ ميار مو مالي محترمة اللي أنت قاعد عم تعمله، القصة مو شخصية، بس يعني مو ضروري اللي أنت تطلع البطل العظيم هلا. بطل؟ ليش مين في غيرك بيعرف باللي عم اعمله يا سهى؟ مين بطل بنظر مين مشان الله؟ بطل لانه عاد في عنا ابطال هون.
بحياة ربك خلص ميار، دائما اللي عم تطوش براسي انا الي، بطلع بلا احساس وبلا ضمير وبلا اخلاق وبلا انسانيه. معلش نسكر عليه لهالموضوع. ايه والله انا هذا اللي بدي اياه، انا هلا بدي سكر على الموضوع. يلا تفضلي. وبدي بوظه. بوظه عشو يا مجنونه؟ بوظه شو؟ كيفنا؟ كيفنا برأيك يعني؟ أنا اللي عم بسألك مو أنت اللي عم تسأليني. والله ما بعرف شو بدي أقول لك، حاسة مثل اللي واقف تحت المطر وفجأة إجا قطار وسفقه. إيه دخيله المبدع أنا، يعني حتى بتعصيبك عم تعطيني صورة كتير جميلة، فعلاً إنك مبدعة. شمس خلاص خلاص روحي على شغلك هلأ وخليلي تركيزك هنيك. ليكي نسيت أقول لك، المسبات بالسيارة بتفيدك، بس في إلك كم مسبة. يلا باي باي. ايه زينة انت كمان ما نمت؟ لا ما كتير، شو بده ينيمني؟ انا ما قدرت نام ولا ثانية، عم تلعي نفسي كتير، ما عم بعرف شو هاد. ايه عادي حبيبتي عادي، اشربي لبن اي شيء تكون الحبة عم تفك. بس كانت حلوة. حبيتيها؟ ايه ظريفة. ايه عادي قلبي عادي. مري اذا بدك. هلا بشوف. يلا بحاكيك. باي. وبس لو ما في هذا خطيبة كان صار غير حكي. بس وين بدي روح بخطيبة؟ اللي بدك اياه بيصير. تخيل بنت ابو زينة حبيبتك. لك لا الموضوع مو بهالسهولة، واضح انه البنت مالها سهلة، شخصيتها قوية. خطيبة مو طبيعي هذا، شكله مضروب. ها لازم نحطه تحت المراقبة. ايه حطه، نشوف لوين بدنا نوصل مع هالباب اللي ما له مفتاح. بده يلتقى هذا المفتاح. وينه مفتاح ابو زينة؟ راح لاقي له مفتاحه. اسمع طلال، بدي اوصل لشاحنات ابو زينة، كيف ما بعرف، بدي اوصل لكل محل عم يفوتوا عليه وما حدا عم يسألهم شو عم تعملوا. بدي متخيل حجم الربح والامان اللي عم نكون فيه. رح نكون عم نلقط ضاعتنا مع حدا تاني لمناطق مستحيل نوصلها، وبنفس الوقت فيها طلب كتير كبير. بدي أوصله. بعرف خلص. شو صار مع عزام؟ كله تمام على الموعد. ايه دير بالك منه، ماله أمان. ولا يهمك، كل شي مثل العادة. ما صار بدك حدا تاني معك؟ صار لازم يمكن. ما عم لاقي حدا يناسب اللي بوثق فيهم، يا سافر ويا مات ويا عم يحاربوا. بس خلي الموضوع ببالك. ولا يهمك. في شي مشاكل بمواد التصنيع؟ لا كل شي منيح. أكيد؟ ايه طلال كله تمام كله تمام، لا تشغل بالك انت بمواد التصنيع، خليك باللي بيخصك.